السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم ببايك نيشن. معاكم حسن بركات، واليوم معنا دراجة كتير مميزة راح نحكي عنها إن شاء الله. اليوم معنا دراجة كتير 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 مهمة، انطلقت جديد في الأسواق العالمية والأسواق الشرق الأوسط بالذات، اللي هي الهوسكفارنا. هوسكفارنا 701 فيتفلن. طبعا عشان نحكي شوية معلومات عن هاي الدراجة، هاي الدراجة أول مرة تقدمت بمعرض إيكما اللي هو بيصير بإيطاليا، معرض كتير مهم، سنة 2015. كانت عبارة عن بروتوتايب، ما حدا كان متوقع صراحة إنها تنزل على الأسواق، لأنه كانت إشي خيالي، إشي ساينس فيكشن زي ما تحكوا. العظيم اللي عملته الشركة إنه قدرت إنها تنقل هذا البروتوتايب من الورق للأرض الواقع. طبعاً نحكي شوية نبذة عن الشركة. شركة هوسكفارنا أصلاً كانت متخصصة بالدراجات الموتوكروس. يمكن كتير ناس بيعرفوا الشركة على أساس بتشارك كتير بسباقات الأوفرودينج، الإنديورو والموتوكروس. الشركة عندها شوية إكسبيرينس بدراجات الشارع. أول مرة عملت دراجة شارع كانت بسنة 1955، بس هاي الدراجة ما استمرت لفترة طويلة، بعدين انتقلت للموتوكروس تحديداً. دراجة الفيتبلن هي عبارة عن دراجة مأخوذة الفكرة تبعتها من دراجات الموتوكروس، بس مطورة انها تلائم الشارع. نحكي شوي تقنيا عن الدراجة. الدراجة عبارة عن المحسات، المحرك تبعتها 700 سي سي، سنجل سلندر او اسطوانة واحدة. طبعا لما نحكي اسطوانة واحدة كتير في ناس راح تفكر انه دراجة صغيرة، دراجة ممكن تعمل كتير، بس بعد تجربة الدراجة صراحة طلعنا انه هي بتنافس دراجات كتير مهمة وكتير كبيرة ودراجات كتير قوية. من المميزات الكتير مهمة بهاي الدراجة انه موجود فيها الكويك شيفتر او التغيير السريع للسرعة. الكويك شيفتر بعطيك تسارع كتير مهم بدون ما تضطر انك تخفف عزم الدراجة بانك تضغط على الكلتش. الكويك شيفتر الحلو فيه انه شغلة عم بيعملوها بس كبار المصنعين، هي كويك شيفتر اب وداون، يعني لما تطلع بالسرعة لفوق او تنزل غيار عكسي كويك شيفتر شغال، مش مضطر انك تستخدم الكلتش. هذا بيعني دقة اكثر بالتفاعل مع الدراجة وسرعة اكبر وكفاءة اعلى للسواق. محرك الدراجة مع انه اسطوانة وحيدة زي ما حكينا كتير سريع، بيعطي تقريبا 75 هورس باور، 75 حصان. التورك تبعه ممكن يوصل ل 77 كمان نيوتن متر على 6500 RPM. هذا معناته انه عندكم الدراج تبعها كتير قوي. فعليا نحن جربنا الدراجة على سرعة من 0 ل 100 تقريبا اخذتنا بحدود الثلاث ثواني ونص، which is طبعا لدراجة زي هيك اشي كتير عظيم، لانه ما حدا بتوقع صراحة انه دراجة زي هيك تعطي كمية هائلة من القوة. الدراجة مزودة بقرص بريك واحد، مكابح، قرص مكابح واحد زي ما انتم شايفين، نوع بريمبو، ممتاز جدا على هاي الدراجة. كنا بنتوقع انه يمكن نحتاج ديسكين او ديول يكونوا، بس صراحة لاحظنا انه كفاءة المكابح جدا ممتازة وبتوقف الدراجة بسرعة كثير كبيرة، خصوصا بعد ما تطلع بتسارع كثير عالي. كمان الدراجة مزودة ب WP Suspension، هو طبعا من الماركات الكثير مهمة بنظام التعليق بالدراجات. بعطيها كفاءة كثير بالتوقف، بالتحرك، بالمانوفرينج، حتى على الكورنرينج لما تسووا التفافات سريعة تلاحظوا انه السسبنشن عماله بعطيك كفاءة كثير عالية. الدراجة فيها ABS، نظام التوقف،
فيها كمان رايد باي واير. رايد باي واير شيء كتير مهم لأنه بطلوا يستخدموا الكيبل لزيادة الثروتل لزيادة السرعة، صار كله إلكترونيك، معناته هذا بعطيك دقة أكثر بالتسارع والتوقف وبعطيك القوة لما تحتاجها، فهذا شيء ميزة كتير مهمة بدراجة زي. من الشغلات الكثير مهمة بهاي الدراجة واللي عمدوا هوسكفارنا أن يوصلوها ميزة كثير مهمة اسمها الكاونتر بالانس. الكاونتر بالانس هو بيساعد على تخفيف الارتجاج لشكل كبير. زي ما بتعرفوا لما تكون الدراجة سنجل سيلندر هذا معناته أنه رح يكون في ارتجاج كثير كبير بالمحرك، ممكن أنه يؤثر على نوعية القيادة تبعتكم. الكاونتر بالانس بيساعد أنه يخفف الارتجاج لدرجة كثير كبيرة. يمكن بتلاحظوا الارتجاج أول ما تشغلوا الدراجة تكونوا على RPM واطي شوي بتلاحظوه، ولكن مجرد ما بلشتوا تتحركوا شوي بالدراجة رح تلاحظوا أنه الارتجاج كتير اختلف بالبايك وكتير خف فعليا. الاشي الثاني، الدراجة زي ما أنتم شايفين فيها تبريد مي، هذا بيساعد كمان أنه يخلي الدراجة بكفاءة عالية، وزي ما بتعرفوا هون أن الحرارة بالمنطقة عالية كتير، فهذا بيساعد أنه ما يحسسكم أنه أنتم قاعدين على بويلر من 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 كمية الحرارة. بضلكم قادرين، يعني احنا هلا عمالنا بنجرب الدراجة بشهر 7، درجة الحرارة تقريبا بآخر الثلاثينات، نحن أمورنا ممتازة طيبة ما في أي مشاكل مع الحرارة. هوسكفارنا هالمرة معطينا فرونت لايت أو الهيد لايت كتير مميز اللي هو LED. نشوف إن شاء الله يطلع معنا بالتصوير، بس وإنتوا على حالة الايدل أو الستاند باي بكون الإطار ضاوي طبعا، مجرد ما شغلتوا الدراجة راح يضوي الإضاءة بضوء مميز جدا، ممكن إنه الكل يلاحظه. الإشي الثاني اللي كثير مهم بهاي الدراجة الداشبورد أو لوحة التحكم. لوحة التحكم تعطينا معلومات كثير مهمة صراحة، ما قدرت ألاقي أي شيء مو محتاجه صراحة، يعني بعطيك الغيار على أي سرعة أنت، بعطي الـ RPM، بعطي حرارة الدراجة، بعطي الحرارة الخارجية، محرك طبعا كمية الوقود المتبقية معك. بالنسبة للـ RPM لما توصل للماكسيمم بضوي هذا الضوء أحمر، فمعناته إنه أنت بتكون عارف متى بالضبط محتاج إنك تغير أو تغير السرعة تبعت الدراجة. شركة هوسكفارنا ورجتنا 3 طرازات جديدة من الدراجات الشارع. أول طراز اللي هو الفيتبلن 701، وصنعت كمان دراجتين اللي هم فيتبلن 401 بمحرك أصغر شوي تقريباً 400 cc، وسفارتفلن اللي هو 401 كمان ولكن بشكل شوي أوفرود، العجال تبعونه إجوا شوي خشنين، بتلاقموا مع الطريق مع الشارع وبتلاقموا مع الأوفرود. السسبنشن شوي أعلى والشكل أعطتها شوية أكسسوريز تعطي شعور الأوفرودينج إكسبيرينس مع الدراجة. شعورنا عن قيادة هاي الدراجة كان لا يوصف صراحة. ما كنا متخيلين إنه الأسطوانة الوحدة، محرك بأسطوانة وحدة يعطينا هذا الكفاءة بالمرة. كنا متوقعين إنه تكون أضعف، تكون أخف سرعة، ولكن اللي شفناه إنه المحرك أعطانا قدرة هائلة، سرعة كبيرة، تسارع مش طبيعي. دراجة وزنها 157 كيلو أو 160 كيلو، هذا الحكي معناته إنه القوة بالنسبة للوزن كتير عالية، تقدر توصل لتسارع كتير كبير. التحكم بالدراجة كمان شكرا للسسبنشن اللي ضايفينه الWP، التحكم فيها كتير سهل، انك تدخل منعطفات بسهولة، ولما تطلع التسارع بيكون كتير عالي، ف you take off او بتطلع بسرعة كتير كبيرة، بتساعدك انك تسيطر على الدراجة وتسيطر على الاوضاع من حولك، مما بيؤدي كمان انه قيادتها بالمدينة راح يكون ممتاز، لان المدينة فيها كتير شوارع صغيرة دخلة وطلعة، فهذا بيعطيك كفاءة كتير عالية. من ناحية المنظر او الستايل تبع الدراجة اكيد الناس بتطلع عليك وانت على الدراجة، الديزاين تبعها بيلفت النظر بشكل كتير كبير، البوزيشن تبعها كتير رياضي، الواحد وهو قاعد عليها بيكون حاس حاله انه عماله بسوق دراجة رياضية. بالنسبة لسعر الدراجة حاليا هاي الدراجة تسعر ب 45,000 درهم اماراتي باسواق الامارات، باسواق الشرق الاوسط على الاغلب راح تكون نفس التسعير، شوي بنطلع وشوي بننزل، يعني راح تكون نفس الشيء. السعر كثير منافس بالذات لما نحكي انه هاي الدراجه عمالها بتنافس دراجات مهمه زي
البي ام دبليو الار 90 بيور. كمان هاي الدراجة ممكن تنافس الدوكاتي سكرامبلر 800 الكافي ريسر. فبتخيل انه مقارنة بالدراجات الثانية سعرها ممتاز، الاكسبيرينس بتعطيك اياها رائعة، وما رح حدا يندم انه اشترى هاي الدراجة، لانه كل ما تطلع عليها رح تحس بسعادة. بالنهاية نتمنى انه يكون التجربة تبع الدراجة الهوسكفارنا فيتبلن 701 عجبتكم اليوم. ان شاء الله رح يكون معنا دراجات قادمة كثيرة، فتابعونا. طبعا نتمنى انه تشتركوا معنا بقناة يوتيوب ويعجبكم الفيديو، واستنونا لريفيوز اكثر وبايكات اكثر ان شاء الله. شكرا.